تنضم إلينا من لاهاي السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة العدل الدولية. سعادة السفيرة، مرحبا بك معنا. أولا، كيف تقرأين هذا الحراك والذي يبدو أنه مستمر منذ أحداث 7 من أكتوبر؟ أهلا بك. مبدئيا الحراك بدأ وتزايد على المستوى الدولي بسبب تزايد الانتهاكات ووصول الوضع على الأرض إلى حالة مأساوية، لكن يجب أن نفرق ما بين الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا بسبب الإبادة الجماعية الراهنة في غزة وبين ما نقوم به الآن أمام محكمة العدل الدولية. هناك فرق بين الاثنين. نحن الآن أمام محكمة العدل الدولية في مشروع بدأ منذ 10 سنوات، وبدأ الحراك الفعلي فيه منذ ما يقرب من عام، حيث طلبت الجمعية العامة رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في مدى مشروعية الاحتلال، وهذا بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من خروقات زادت بشكل كبير، من عنف المستوطنين، من سحب أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما تواجهه غزة. كل ذلك بدأ قبل للأسف الوضع المأساوي الذي نراه حاليا في غزة. فالجهد الراهن من شأنه كما تفضلتي مطالبة محكمة العدل الدولية بالخروج برأي استشاري للجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح غير مشروعا إلى على كافة أراضي 67، وعلى إسرائيل أن تنهيه مباشرة، وعلى دول العالم أن تساعد فلسطين على ذلك وإقامة دولتها على تلك الأراضي. سعادة السفيرة، ماذا يعني كل هذا الحراك إذا كانت نهايته الذهاب لمجلس الأمن وفيتو أمريكي؟ ليس نهايته الذهاب إلى مجلس الأمن، الذهاب إلى الجمعية العامة وباقي المنظومة الأممية. نحن أمام مفرغ طرق، وإما أن نقف مكتوفي الأيدي نظراً لانتقادنا للمنظومة الدولية الراهنة، أو أن نتحرك في إطارها حتى نستطيع أن نصل إلى ما نصبو إليه. ونحن الآن نحاول الحراك في كافة الاتجاهات، فنحن نتحرك على المستوى القانوني، ودولة فلسطين وحكومتها تتحرك على الجانب السياسي بدعم من كافة الدول الصديقة. نتحرك على كافة المستويات الممكنة حتى يمكن تقويض ما يحدث على الأرض، ولكن الحل الآخر هو الوقوف دون فعل أي شيء غير مأمور. البعض يقول هل تصلح محكمة العدل الدولية على يعني ما تفسده المعارك الآن على الأرض، خاصة أنها تتطور ويبدو أن هنالك خطة ل يعني قسم غزة. الإطار القانوني يعتبر إطار أطول في التنفيذ عن الآلية العسكرية بلا شك، ولكن إذا استطاعت المحكمة الخروج بالرأي الذي نصبوا إليه، وهو الإعلان بعدم شرعية الاحتلال، سوف يكون له تداعيات كبيرة بالفعل. نحن الآن بسبب ما يحدث على الأرض وجدنا أن هناك دولا تسحب سفرائها من غزة، من القدس. هناك البعض قد إذا خرج القرار كما نريد سوف ينقلوا سفاراتهم إلى تل أبيب أو سحب السفراء. التعامل الاقتصادي مع منتجات المستوطنات سيتم الوقف التام له، وذلك سيؤثر اقتصاديا بلا شك على الاستمرار في الوضع الراهن. فهناك اتجاهات أخرى، وهو ما هو متاح الآن لدينا في ظل الظروف الدولية التي نشهدها، لكن مجلس الأمن ليس هو الوحيد المتحرك في هذا. برأيك ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة بعيدا عن مجلس الأمن من هذا الحراك؟ هل ستعرقل؟ هل
ستكون داعمة في بعض النقاط، خاصة أنها تعلن على الأقل ما تعلنه هو أنها ضد سياسات الاستيطان وضد بعض الممارسات في العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر داعم لإسرائيل في هذه الحرب، ولولا المساعدات الأمريكية لما استمرت الحرب لهذا المستوى بمليارات من الدولارات وبالأسلحة. إنما ما أتى اليوم على لسان الممثل الأمريكي أمام محكمة العدل الدولية يؤكد على أن أمريكا على دراية وأنها ضد الاستيلاء على أراضي الغرب بالقوة، وأنها مع حق تقرير المصير، ولكن بالفعل وعلى الأرض هي تدعم إسرائيل، وذلك يحقق لها مصالح عليا. نحن في مشهد سياسي مؤسف لا يختلف عن المشاهد السياسية في التاريخ، الإبادة الجماعية التي حدثت في بلدان أخرى، ولكن الاستمرار في الصراع والاستمرار في مكافحة كل هذه الخروقات هو الحل الذي أمامنا الآن. لا يمكن أن نتوقف فقط بسبب أن الآلية العسكرية المدعومة حاليا من دول كبرى أن نستسلم ونترك الشعب الفلسطيني الأعزل دون ممارسة حقه في الحياة. الإمارات ومصر سعادة السفيرة تحدثوا عن انتهاج إسرائيل سياسة عقاب جماعي، وأيضا لاحظنا أيضا بعض الدول كروسيا وحتى فرنسا. هل هذه المرافعات ستضغط على الجانب الإسرائيلي؟ البعض يقول هذه هي النقطة الأهم، هل إسرائيل ستصل إلى مرحلة ونشهد وقفا للحرب نتيجة هذه الضغوط؟ هو مبدئيا التعبير عن المواقف السياسية في الأطر القانونية في إطار محكمة العدل الدولية الجاري حاليا يوضح أن أغلب الدول المتحدثة ضد ما يحدث على الأرض، وهو ما عبرت عنه عدد كبير من الدول. بلا شك أن ذلك يؤتي ثماره رويدا رويدا، فوجدنا بعض الدول من داخلها هناك قرارات لمحاكم داخلية بها بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل كما حدث في هولندا بسبب التدابير الاحترازية في دعوة جنوب أفريقيا. وجدنا سحب بعض دول أمريكا اللاتينية لسفارائها، والبعض أغلق السفارات بالكامل بما في ذلك بعض الدول الأفريقية. هذا الحراك قد يؤدي إلى في مرحلة ما عزلة إسرائيل، وهو سيكون أحد المحاور الرئيسية للاستمرار في وقف أو محاولة وقف ما تقوم به إسرائيل على الأرض ضد الفلسطينيين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وهو ما حدث في نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، لأنه بدأ بالعزلة السياسية نعم. وبدأ بعد ذلك رويدا رويدا ينهار هذا النظام. هل تقوم السلطة الفلسطينية بما يجب إزاء هذا الحراك، وهل تستغل هذا الحراك الدولي برأيك؟ السلطة الفلسطينية أقدر أجزم بما أنا عملت معهم خلال الفترة السابقة أنهم يبذلون قصارى جهدهم. لقد حاولوا المسار السلمي والتفاوض لفترة طويلة ولم يجنوا ثمارها ولم يأتي من ورائها أي شيء حتى اليوم. لذلك هم يتحركون وبشكل منظم ورؤية واضحة للتحرك رويدا رويدا على المحافل، على المحفل السياسي والقانوني، حتى يمكن أن يفعلوا شيئا له نتاج إيجابي على الأرض. البعض يقول أن المشكلة ليست في السلطة فقط، وإنما في بعض الفصائل التي لا تريد أن تنضوي في أي اتفاق حتى لو كان مبادرة عربية ومن الدول التي تدعم هذه الفصائل. هو بلا شك عدم يعني عدم وجود الفلسطينيين بصوت واحد قد يؤثر سلبا على مسار أي تفاوض، ولكن نحن الآن أمام كما أشرت لحظة فارقة في التاريخ، ويجب أن نعمل جميعا
من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من الانهيار الكامل. وأعتقد أن هناك محاولات جدية للوصول لقدر من التعاون والتصالح مع الفرق الفلسطينية حتى يتم التعبير عن الفلسطينيين بصوت واحد. ولكن حتى إن لم يكن ذلك، فبطبيعة الحال حتى إذا قلنا أنه خلال المستقبل نحن ننادي بأن الدولة الفلسطينية التي ستنشأ على أراضي 67 هي دولة ديمقراطية، وبالطبيعي أن يكون هناك اختلافات في الرأي. لا يمكن أن نرى أن البشر يختلفون وفي المواقف السياسية يختلفون، ولكن الأمر الوحيد الذي لا يختلف عليه أي من الفصائل الفلسطينية وأي من المجموعات الفلسطينية وأي فلسطيني هو إقامة الدولة الفلسطينية على نعم، أراضيها ووقف الدم في فلسطين. شكرا جزيلا من لها السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة العدل الدولية.